كمل معانا مين يدق الشماسي، اكلات كنا بناخدها زمان معانا على البحر، اكلات جميله. يمكن حصل تغيير شويه في المينيو ده، ما بقاش بناخده معانا على البحر، ولكن لسه في بعض الاكلات دي ممكن نرجع ناخدها لغايه دلوقتي. النهارده عامل لنا المكرونه البشاميل، عامل لنا الفراخ البانيه، واحتفالا بالافوكادو ان النهارده اليوم العالمي ليه، طبعا عامل لنا منه الايس كريم والبودنج. مساء الفل عليك يا شيخ. مساء الفل يا لميس يا علي، عسل. عامل ايه يا غاليه؟ مبسوطه باولادنا في الثانويه العامه. ألف ألف مبروك ليهم جميعا يا رب يا رب، حققوا كل أمنياتهم يا رب. مبروك للجميع، مبروك للجميع، وهارد لك للي ما وفقوش ربنا، إن شاء الله ربنا يكتب لك أحسن من كده إن شاء الله. عملت المكرونة سلقناها تسع دقايق، ومقاديرها صوري واكتبي، وعصجنا اللحمة وعملنا البشاميل وركبنا، ادينا شوية صوص وشوية جبنة عليها عشان تبقى كريمي، واديت طبقة من اللحمة العصاج وصوص بشاميل وجبنة، وآخر طبقة قدامك أهو، آخر طبقة عندك أهو من الصوص الانسياب، تبقى كده اهو. احط البشاميل بتاعي اهو، ده بقى شيف ماستر شيف بيدي دروس في بيوت. لا بيدي كورس لمراته مش للبيوت. بسم الله ما شاء الله. في البيوت ايه؟ انا فاكر بالعربيه الصغيره هناك كنا جري وسابني. يا حاجة ناريمان، وانا معاك اهو. كل سنة ومبروك الاول. الله يبارك فيك. انا حفيدتي نوران سماح عبد المحسن نجحت. الف 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 مبروك يا نوران. الف مبروك يا نوران. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك لحضرتك ولكل احبابك. ربنا يخليك، انا بحبكم والله، وعملت دلوقتي مكرونه بالبشاميل. يا سلام على طول والله. الف هنا الف هنا. الله يخليكي، باركيني بقى نوران سماح عبد المحسن يا رب يخليكي. سماحه سماح سماح نوران سامح عبد المحسن. نوران سامح عبد المحسن. الف الف مبروك. من برنامج انا بالستات يا نوران. الثانويه العامه. مبروك يا بنت. الله يبارك. مبروك مبروك لنوران، وتشوفيها عروسه يا رب. يا رب يخليكي. ميرسي لحضرتك. ميرسي كده يا حبيبتي، الف شكر. اتفضل. احنا عندنا ناس كتير قوي كمان عايزين يباركوا على صفحات اهلا بالستات. بص كده يا حسنى اهو، هتقلبها لازانيا ولا ايه؟ فاهم ازاي؟ هو ده مكرونه بشاميل. اللي فرق بقى عن زمان دلوقتي ان في باكنج جديد، تغليف. تغليف. ما كانش التغليف ده موجود زمان. صحيح. تقدر تجيب الالومنيوم فويل ده، تقدر تجيب العلب اللي بتخش الميكرويف السوداء، فاهم ازاي؟ زي ما هي عايزه. وتعمل وتسوي وتعين فيها من بالليل وتطلع المصفى. جاهز كده؟ استاذه امير كام قد ايه في الفرن؟ هتقعد 20 دقيقة على درجة حرارة 180. طيب أستاذة أميرة بتبارك، بتقول أحب أقول لأختي نجوى ألف مبروك يا كبدي على النجاح. ألف ألف مبروك. إيه يا كبدي ده؟ إيه يا حبيبتها قلبها كبدي. حبيبة قلبها. آه حبيبة قلبها. أنا عبد الرحمن، الحمد لله ربنا كرمني ونجحت الحمد لله. ألف مبروك يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن ألف 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 مبروك يا غالي. استاذ عبد الله الصباح بيقول اهلا بيكم ومنورين، انا بحبكم والله، والف الف مبروك للطلبه. ميرسي جدا استاذ عبد الله. استاذ حامد بيقول حفيدتي رنا شريف مبروك مبروك 81%. الف يا رنا، الف الف مبروك يا رنا. استاذ حامد عيد الف مبروك.